ورحمة الله وبركاته. نهاركم مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا بألف خير وصحة جيدة كيف ما العادة. جيت وجبت لكم الجديد إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم غنستعملوا فيها البغرير كيف ما كتشوفوا، ولكن وصفة رائعة وكيجي المنظر ديالها رائع. كنتمنى تكملوا معايا لآخر الفيديو باش تعرفوا المقادير والطريقة والشكل النهائي ديال هاد الوصفة المفاجأة. اذا اول حاجه غادي نديروها هي نوجدوا البغرير ديالنا بالطريقه العاديه اللي كنخدموا بها البغرير العادي للكوتي. يمكن لاي وحده تصوبوا بالطريقه ديالها اللي كتنجح معها. انا بالنسبه ليا هنايا غادي نستعمل القياس هذا، اللي بغات تتبعوا واللي بغات دير الطريقه ديالها اللي كتنجح يمكن لها ديرها. اذا هنايا انا غادي ندير واحد الكاس ونصف ديال دقيق الفوص، غادي نضيف له جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات، غنضيف كذلك واحد جوج معالق ديال السكر سنيده. هذه هي الاضافه اللي يمكن لكم ديروا في القياس اللي استعملتيه نتوما، لا بغيتوا ديروا القياس ديالكم او الطريقه ديالكم بالغرير. غتضيفوا له غير السكر والكاكاو كيف ما غادي تشوفوا. بالنسبه للكاكاو انا هنا غادي نضيف واحد جوج المعالق، كيبقى نتوما بالنسبه لكم على حسب الرغبه ديال كيفاش باغيين تحصلوا على البغرير، واش اللون ديالو مغلوق ولا فاتح شويه. يمكن لكم تستعملوا معلقه واحده او جوج معالق. اذا نخلط هاد العناصر ديالي باش تجانس، وغادي نضيف الماء الكافي اللي غادي يعطيني القوام ديال البغرير اللي كنعرف. بالنسبه ليا انا هنا استعملت 4 الكيسان بالقياس ديال قياس كاس العنبه. هاد الغراف اللي تنخوي منه كيهز جوج كيسان ديال العنبه، دخل لي جوج الغراف منهم. غادي نخلط هاد العناصر وغادي نديرها في خلاط كهربائي باش تخلط مزيان. من بعد غادي نفرغها في واحد الاناء وغادي نغطيه ونخليه واحد 15 دقيقه باش يختمر على ما ندوز نوجد الكريمه ديالي. بالنسبه للكريم اللي غادي ندير هي كريم باتيسير بالشكلاط. يمكن لكم تستعملوا كريم باتيسير اللي كتباع بودر او لا بالطريقه اللي كتصوب في المنزل بالبيض. انا هنا كنتوفر على البودر، اذا هو اللي غادي نستعمل. غادي ناخذ الاناء غادي نفرغ فيه واحد نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيف له 3 المعالق ديال كريم باتيسير مملوئين مزيان، وبعض المعالق ديال السكر. دائما السكر كيبقى على حسب الذوق، ولكن هذا القياس راه كيجي هو هذاك، يعني ما تجيش حلوه. غنخلط هاد العناصر مزيان باش تمتزج، وغادي نديرها فوق النار في الاول تكون مجهده على ما كتسخن، وعاد كنقص عليها باش كطيب مساويه وكتعطيني واحد القوام زوين وما كتلصقش وتحرق. اذا كنستمر في التحراك حتى كنشوفها بدات كتعقد. اذا كما كتلاحظوا هي بدات كتعقد لي، تنبقى تنحرك هكا باش كتجانس وكيجي القوام ديالها زوين. اذا ملي كتبدا دير لي الفقاعات هكا من الوسط كنعرف انها صافي طابت. كنطفي عليها ونضيف لها واحد 100 غرام ديال الشوكولا من حدها سخونه، كنصبر عليه واحد الشويش كيذوب، عاد كنخلطو مزيان باش كيتجانس مع الكريم. اذا ملي كنخلطها مزيان غادي نفرغها في واحد الاناء، وغادي نغطيها بالبلاستيك غذائي هكا باش ما كديرليش ديك الوجه الغير مرغوب فيه.
غنوضعها جانبا حتى تبرد، وغادي ندوز نطيب البغرير ديالي اللي غادي يكون وجد هنايا. بالنسبه للبغرير كنطيبو بالطريقه العاديه، غير هو من الافضل ان تكون المقلاة اللي عندكم دبغرير كبيره، القطر ديالها تقريبا 22 سنتيم هكا، باش كتجي الحلوه كتجي كبيره يعني شكل او قياس عائلي. ولكن الا كانت عندكم المقلاة ديال البغرير صغيره يمكن لكم تستعملوها وديروا حلوه يعني صغيره هكاك، يمكن لكم ديروا جوج ولا ثلاثه. كنستمر في الطياب ديال البغرير ديالي كله، ملي تنسالي كندوز انني نمنطي الحلوه ديالي. كما كتلاحظوا القياس اللي كندير كيجي غزال، كيتثقب دغيا و يجي خفيف، ما تيجيش مدقص. اذا هنايا انا غنوجد واحد السيرو اللي غنسقي به البغرير. بالنسبه للسيرو كنستعمل كاس ديال الماء ونصف كاس ديال السكر، يمكن لكم تنكهوه باي نكهه بغيتي، الفاني او لا القهوه سريعه الذوبان، او لا تخليوه هكاك غير باش كنسقيو. كديروا فوق العافيه حتى كذوب ديك السكر ويغلي واحد شويه وكنطفيو عليه. اذا هنايا غادي ندوز نطرب ديك الكريمه ديالي بعد ما بردت باش كنحصلوا على واحد القوام كريمي. من بعد غادي ناخذ المول اللي غادي نمونطيو فيه هذه الحلوه. اللي عنده ديك المول اللي كيتحل يستعمله، اللي ما عندوش يمكن له يستعمل غير الغطار ويوضع فيه ديك الدائره اللي كنستعملوها في المونتاج ديال الحلويات الا كان كيتوفر عليها. ما كانش يمكن له يمونطي هكا، هذيك غير كتساعد باش انه كيجي يعني الكلاصاج ولا الكريم ما كيخرجش على الجوانب وكيجي الشكل ديالو زوين. اذا غناخذ هذا المول انا اللي كيتحل وغادي ندير فيه البغريره الاولى كطبقه اولى. غنسقيها مزيان بالسيرو، من بعد غادي نفرغ عليها واحد الكميه من الكريم الكافيه ونوزعها بشكل متساوي على السطح كله. كيف ما قلت لكم بالنسبه للبغرير انا اللي وجدت يقدر يخرج لي جوج ديال الحلوات من هذا القياس. الا ما كنتش راغبه انني ندير جوج يمكن لي نحتفظ به في الكونجيلاتور داكشي اللي بقى، اولا ناكلوه في البوتيك يعني بطريقه العاديه. اذا هنايا غادي نوضع الكريم وغادي نوزعو مزيان. من بعد غادي نوضع الطبقه الثانيه ديال البغرير ونسقيها كذلك. بالنسبه للطبقات كتبقى على حسب الرغبه، يمكن لكم تستعملوا الطبقات اللي بغيتي، وانا هنا غندير غير ثلاثه طبقات، يمكن لكم تستعملوا اكثر ولكن دوبلو الكريم الا بغيتيو ديروا اكثر من طبقه، اكثر من ثلاثه زعما الطبقات يمكن لكم دوبلو ديك الكريم باش يكفيكم. اذا كنسقي كذلك ديك البغرير ونفرغ اللي بقى لي ديال الكريم، كنوزعو بشكل متساوي كذلك. وفي هذه المرحله يمكن لي نضيف اي حاجه عندي متوفره في البيت، اما طريفه الشكلاط اما اي حاجه مهرمشه من المكسرات. انا غادي نضيف واحد شويه ديال حبيبات الشكلاط عندي كانوا متوفرين، وغادي نضيف واحد شويه ديال الفويتين كيعطي واحد القرمشه. يمكن لكم نتوما تستعملوا حتى البسكوي ديال الباستا اللي كيتباع حتى هو كتهرمشوه وتوزعوه تما كيعطي واحد القرمشه. اذا غادي نضيف الطبقه التاليه ديال البغرير على الوجه ديالها بهذه الطريقه ونضغط عليها باش كتجي مساويه. ندخلها للثلاجه اولا الكونجيلاتور باش هكا تبرد وتتماسك، وندوز نوجد الكلاصاج ديالي. بالنسبه للكلاصاج غنستعمل كاس ديال الحليب ومعلقه ديال المايزينا اولا النشا وجوج معالق ديال السكر. غنخلط هاد العناصر مزيان ونضيف لهم شكلاط ابيض واحد 70 غرام. انا هنا استعملت شكلاط ابيض لانني كنت غادي نستعمل كلاصاج ابيض. من بعد غيرت الراي ديالي وغادي نضيف له واحد جوج طريفات شكلاط اسود
هكا باش يهرس له ديك اللون ديالو، يتغلق واحد شويه. كيبقى لكم نتوما الاختيار، يمكن لكم تستعملوا غلاصاج اسود يعني غير بالشكلاط اسود، اولا ابيض، اولا اي يعني شكل بغيتيه. غنبقى نحرك فوق النار حتى كيذوب ديك الشكلاط وكيبدا يعقد الكريمه كتعقد. صافي كنستمر حتى كتعقد لي الكريمه، كنطفي عليها ونخليها واحد شويه تدفى، وكنجبد الحلوه ديالي من بعد ما كتكون بردات باش غادي ندوزو نزينوها. اذا هنايا غادي نجبد الحلوه ديالي كما كتلاحظوا راها بردات مزيان، تنفرغ عليها ديك الكلاصاج من بعد ما دفى لي واحد شويه، وتنحاول نوزعو هكا. غادي ندخلها كذلك لكم اما الكونجيلاتور الا كنت مزروبه، اولا غير الثلاجه باش ديك الكلاصاج كيقبط راسو وكتماسك لي الحلوه مزيان، وعاد ندوز نزينها يعني تزيين نهائي. اذا هنا الحلوه ديالي من بعد ما تماسكت كندوز واحد السكين على الجوانب باش يزول لي ديك الدائري بسهوله. هنا بقى لي واحد شويه ديال الكريم، غادي نحاول ندوزو على الجوانب، بامكانكم تخليوهم هكاك راهم زوينين، ولكن انا بقى لي ديك شويه قلت ندوزو على الجوانب هكا، وغادي نحاول ان ندير لهم واحد شويه ديال الفريتين بقالي. كما قلت لكم يمكن لكم نتوما ديروا فيرميسيل الشكلاط اولا اي مكسرات عندكم مهرمشين، اولا حتى البسكوي مهرمش وكتزينوا به ديك الجوانب. هنا انا بقالي واحد شويه ديال الكلاصاج درته في الثلاجه يشد راسو باش يقصح شويه، ودرته في البوش وغادي نزين به بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا. كيبقى دائما تزين على حسب الذوق وعلى حسب الامكانيات اللي عندكم موجودين. عندي واحد شويه ديال لاصوص شوكولا غادي ندير بها واحد الخطيطات صافي، وغادي نضيف واحد الحبيبات ديال العقيق ديال الحلوه، وغادي يكون هذا هو الزين والشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. كنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، كتجي رائعه في المذاق وفي المنظر كيف ما كتشوفوا، وسهله وبسيطه. كنتمنى انها تعجبكم، ما تنساوش انكم ديروا لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والمعارف هكا باش القناه تكبر بكم وليكم ان شاء الله. وكذلك خليوا لي تعليق، عطيوني الراي ديالكم في الوصفه، المقترحات ديالكم، شنو تبغيو تشوفوا ان شاء الله فيديوهات اخرى. بالنسبه للناس اللي اول مره تزور القناه كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، ما فيها باس الا درتيو لي ابوني وفعلتيو الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد ديال القناه. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.